الاوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الامام شيخ الاسلام امام اهل الشام في الفقه والزهد في وقته قيل انه اجاب في سبعين الف مساله وصار يعمل بمذهبه في الشام نحو مائتي سنه وعمل اهل الاندلس بمذهبه اربعين سنه وقيل كان الاوزاعي عظيم الشان بالشام وكان امره فيهم اعز من امر السلطان توفي رحمه الله سنه سبع وخمسين ومائه من الهجره